السلام عليكم مشاهدي الاعزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. انا ديما ملي نبغي نصور شي فيديو تلقاني عاد كنصيفط السيف ديالي. كنبغي نشكر بزاف الناس على التعاون اللي داو معايا في الفيديو الاخر، شكرا لهم ودائما كيتعاونوا معايا. يا ربي شافينا وشافي الجميع، الله يخليكم لينا. كنشكركم كنشكركم بزاف، احوالكم بخير؟ كي دايرين؟ الناس الجاليه جي باقي في المغرب ولا مشيتو؟ كديرين احوالكم؟ يا ربي تكونوا بخير. اللي الله كيجي والله يجيبهم على خير على سلامتهم، واللي ان شاء الله ينفعهم بالزياره ويكونوا بخير على خير ان شاء الله. وكنشكركم بزاف ومرحبا حتى بالمشاهدين اللي دخلوا معنا جداد، الف 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 مرحبا. انا اليوم راه ما كنصورش في داري، كنصور عند حبيبتي كما تشوفوا الدار. جيت مشيت جبت التحليله وجيت عندهم، حبيبتي تاهي مسكينه مريضه جدا الرضاعه، جيت نشوفها. ايوا جبت التحليله، انا دابا عاده غنديها للطبيبه. المهم ها هي التحليله ديالي، ها هي التحليله اللي غنديها للطبيبه، هذه التحليله ديال الغده اللي غنديها للطبيبه تشوفها لي ان شاء الله باش تقعد لي الدواء. ايوا كنبغي حبيبتي تعاقبتي الله يرضي الله. دعوا مع حبيبتي، راه مريضه مسكينه داره ظهرها، او حبيبتي مريضه بزاف الله يشافيك. غتصلي المغرب؟ صلي المغرب الله يشافيك حبيبتي. دعوا ليا مع حبيبتي، راه مريضه مسكينه بزاف داره الظهر، مسكينه بغات حتى هي تشوف خوتها وما قاداش. الحمد لله وصافي، الله يشافيك حبيبتي وعافيك، يا ربي يشافيك وعافيك. ايوا الحمد لله، حتى واحد اش غنقول لكم، حتى واحد ما بقى صحيح، كلشي ولا مريض ولا بحال الصغير بحال الكبير. المهم الحمد لله وصافي، كما قلت لكم راني جيت خديت التحليله وجيت عند حبيبتي حتى هي نشوفها. ايوا نشوفوا الحباب ونخرجوا. قال لي ساعد ولا يقول لي انتي وليتي عاطيها الطوطيحه الدواحه. قلت لها خويا خليني المرض الاكتئاب، ما كيبغي الدار ولا يبغي، راه خصنا يخرج يبدل الجو ويخرج يبدل الاحوال. المهم ان شاء الله غنشوف الطبيبه. كاينه واحد المتتبعه كنبغي نشكرها بزاف، اختي مليكه الله يحفظها، اختها الطبيبه تاهي مسكينه كتقول لي عير ديال التحليله ونقرا لك التحليله ما كاين حتى شي مشكل كتصيفطها ليها. كنبغي نشكرها بزاف الله يخليها، كنشكرها مسكينه دائما صراحه كتقرا لي التحليله مسكينه وكتنظم لي الدواء ديالي. تحيه لاختي مليكه والاخت ديالها الدكتوره، شكرا لهم بزاف صراحه. الحمد لله، يعني هذه واخا القناه ما طلعتش ولكن هذه الحاجه اللي كتخليني نكمل، لانني ربحت واحد الناس زوينين والناس كيسولوا عليا وكيخافوا عليا وكنحس بهم. يعني سبحان الله كتحسي بالناس اللي كيبغيوك من القلب، كتحسي بالناس اللي كيخافوا عليك، كتحسي بالناس اللي باغين لك الخير، كتحسي بالناس اللي باغين لك الخير وكتحسي بالناس اللي ما كيبغيوكش. المهم الحمد لله، خليونا مع الناس الزوينين، الناس اللي كيبغيونا، الناس اللي كيبغيونا كنحماقوا عليهم والله يخليهم لينا، والناس اللي ما كيبغيوناش الله يهديهم والله دبر راسهم. كل واحد دبر راسه. ما بقيتش بصراحه، انا ما بقيتش كنديها في الناس اللي كيكتبوا شي تعليق خايب ولا شي واحد كيقول شي حاجه، ما بقيتش بغيت نجاوبه صافي، خليه منه المولاه. بنادم كل اللي مريض كي غديري لي واحد مريض في راسه، ما عندك ما واخا تشرحي لي، خرجنا بفيديوهات وشرحنا وشرحنا، ولكن هما مرض مساكن الله يشافيهم والله يشافي الجميع. هادشي اللي كاين، الواحد ما يتهاونش على صحته. ان شاء الله غنبقى كل 3 شهور ندير التحليله ديال الغده، لانني الطبيبه قالت لي ضروري خصني كل 3 شهور نبقى ندير التحليله. وحتى في اللابوراتوار قالت لي ما ترخيش على راسك، راه ماشي تقولي الغده، الغده راه هي كما قلت لكم راه هي ميزان ديال الذات، يعني عندها علاقه بزاف الحوايج، بالحمل بالسمنه، يعني بزاف 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 الحوايج. انسان الغده الدرقيه ما يتهاونش عليها. ايوا المهم حنا عند حبيبتي دابا، غنديرو معاها كاسكروط ومن بعد غنمشي. والله ملي كتشوفي الحباب وكتشوفي العائله وداكشي الحمد لله كتفاجئ لك. واصلا انا ملي جيت من داك الجو ديال العائله وداكشي، يعني ولفت الجماعه، ولفت العائله ديالنا الله يحفظهم ليا. كنبغي نشكرهم من هذا الفيديو كلهم، العائله ديالي لا ديال الوالده ولا ديال الوالد، كلهم كنبغي نشكرهم بزاف على حسن الضيافه وحسن الكرم، الله يحفظهم ويعافيهم. حبيبتي صليتي؟ الله يقبل الله يقبل الله يقبل حبيبتي. ودعوا لي مع حبيبتي بالشفاء، دعوا معايا يا ربي عطاها صحيح حتى يشافيها يا رب ان شاء الله.
ويشافي كل واحد وكل مريض الله يشافيه يا ربي. ان شاء الله نكونوا على خير ونكونوا خفاف على قلبكم يا ربي، نكونوا خفاف ما نكونوش تقال على قلبكم. المهم نوضوا نشربوا كويس اتاي. فاطمه ياك فاطمه معمره لنا شي اتاي واش دايره لينا؟ عمرك اتاي وعمرك قهوه ياك. ونوض نشربوا، انا عندي مع اتاي نوض نشرب اتاي. يلا نخليكم البيطات والكيكه تبارك الله على اختنا فاطمه. ايوا واتاي لا قسم الله. ايوا الحمد لله الخير. بنادم الا فتح لك باب وحل عليك، الا زعما بان ما استقبلك راه هذاك هي كلشي. وراك متوحشوك. انا جيت قلت خصني ضروري نشوف حبيبتي. انا قلت لها البارح قلت لها زعما طلعنا عند نورا قالت كنتي اويلتني زحابه فين غطى لي عند نورا. لا شافتوني مالنا حنا بيناتنا حبيبتي الدنيا هانيه. الله يشافيك ويعافيك يا ربي. الله يشافيك جميع. تدعوا لها بالشفاء الله يحفظكم لما تدعوا لها بالشفاء والله يشافيك جميع يا ربي امين. لا يضر شي حد. هادشي اللي غنقول لا يضر شي حد. يلا ان شاء الله تشربوا معنا واحد اتاي والبطبور. زيدوا مرحبا بكم اجي. شكرا. بسم الله. واحد كويس قالت لي فاطمه القهوه قلت لها انا من عشاق اتاي. مازال من كان عندي فقر الدم كنت كنشرب. ايوا انا وصلت عند سعيد دابا هو المغرب. شوف سعيد كاعلي شوف سعيد شوف سعيد. قال لي شك ملي جيتي مسافره وانت عاطيه الدور. قلت لها الطبيبه خرجت لي ممنوع نجلس في الدار. عملت الاباره من المدرسه. شكون؟ الاباره من المدرسه. سعيد انا قالت لي الطبيبه اكتئاب ما كيبغيش الدار يبغي الخروج. سلم على الناس سلم على الناس. خلاص نخلي وحدك تدخل الدار ونجيب وحدك للدار. ياه الله خلق درتي. سلم على الناس. وطيبك طيبك بغداك وداك الشيء اش بغيتي؟ طيبك بغداك وداك الشيء شنو بغيتي؟ مازال اللي بيهرب من المدرسه ده. انا اصلا سيدي الكراسه النهارده مش رايح اصلا مش عارف ايه النهارده. راح الطبيب راح الدكتور راح كان ايه قال لي مشيت في التحاليل صدقتي مشيتي خلاص. وبيني وبينكم والايام ديت عايز البحر واحد يروح يخيم على البحر ويقعد يجلس في البحر ياكل ويشرب ويقعد في البحر. بيني وبينكم يعني في الحراره اللي احنا فيها دي خلصنا البحر. بس هنعمل ايه؟ لازم نغدر. اليوم بيتعدى علينا بيتعدى علينا بفلوس. يعني اليوم في الكرة بيتعدى علينا بفلوس. ربنا يسترها ويخاف ويعدي على خير ان شاء الله. وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا وعد الصيف هذا الحراره اللي تعدي وبدا الحر تعدي بالخير ان شاء الله. ويكون اخواتنا اللي عندهم امطار يا رب يكونوا بخير وصحه. ولكن سعيد ابو احمد انت راك زعما متعود على الحراره راك تعيش في السعوديه راك الجو حر. ماشي كنا عايشين في السعوديه بس عايشين في المكيفات عايشين في الحراره. وانت دابا في معظم اوقاتنا في المكيف يعني. انت دابا سيدي جيبوه بالتكييف. ان شاء الله. واخا ولدي.